السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مرحبا بكم طلابي الأعزاء في المحاضرة الرابعة من الشابتر الرابع بعنوان Decoder and Encoders. في هذه المحاضرة طبعا هنتناول موضوع فقط واحد، وهو كيف نعمل Encoding ثم Decoders. لكن في البداية هنبلش بالديكودر. كيف نعمل decoding للداتا؟ لا information، encoding للinformation، then decoding at the receiver. الانكودر بيبقى عادة عند الترانسميتر والديكودر عند الريسيفر. اوكي، الان لما نتكلم على information to extract information from a code، يعني انا عند الريسيفر استلمت data و that data is encoded، so I need to make decoding for this information. اللي هنتكلم فيه هو عبارة عن الباينري ديكودرز. الآن الباينري ديكودر ينطبق عليه مفهوم الموديول 2، يعني بمعنى آخر في عندي، لأنه بنتكلم باينري إذا 2 باور 2 إن. الآن الديكودر، نفترض أن الديكودر هو عبارة عن الإنبوت عبارة عن 2، 2 باور 2 2 باور 2، يعني الأوتبوت بتاع الديكودر بده يكون عندي 4. إذا كان الإنبوت 3، الانبوت اللي استلمتها 3 بيتس، هتكون اذا 2 باور تو 3 بده يكون 8 اوتبوت، 8 اوتبوت للديكودر. اذا كان عندي 4 انبوت الاوتبوت بده يكون 16. اذا كان عندي الانبوت 5 الاوتبوت بده تكون عندي 5 سوري بده يكون عندي 32 اوتبوت. اي حال، الان بالنسبه للديكودر خلينا نتكلم على 2 بيتس، 2 بيتس باينري ديكودرز، 2 تو 4 طبعا اللي موجود عندي حان حيكون. لما يكون عندي، اوكي قبل ما نتكلم على الانبوت، الاوتبوت لازم one of the output should be on، the remaining is off. لو كان الاوتبوت الاولاني هو الاون، الثلاث البقيات اوف. لو كان الثاني هو الاون، البقيات اوف. وين هم جاوا؟ الآن لما بنتكلم عن 00 00 00، الانبوت داتا هي عبارة عن 00، إذا الاوتبوت الأولاني هو اللي بده يكون اون والباقيات بدهن يكون اوف which is 0. طب لو كان عندي 10 which is decimal 1، دير بالكم 10 لأن بنتكلم اكس 0 هي اللي significant والاكس 1 هي الموست significant. 10 بده يكون عندي هنا حنيتها، بتكون عندي هذا عبارة عن 0 وهذا هو ال 1، هذا هو عبارة عن قيمة ال 1 اللي حيكون موجود. اوكي، الآن إذا كان عندي 0 1 هذا اللي بده يكون سوري هذا بده يكون 0، إذا هذا هو ال 1 والباقي اوف. إذا كان عندي 1 1، إذا هذا ال 1 والباقي بده يكون اوف. ولا مجرى بهذه الطريقة. إذا one of the output should be on، one of the output should be on، the remaining is off. أوكي. نشوف جدول الديكودر 2 بيتس، احنا بنتكلم على 2 بيتس. إذا بنتكلم، ما دام بنتكلم على 2 bits، نتكلم على 2 bits I0 I1، والاوتبوت طبعا هيكون 4 من Y0 ل Y3. اذا 2 bits الكومبينيشن تاعها بده يكون 4 كومبينيشن 00 لما نصل ل 11. عند 00 الاوتبوت اللي بده يكون on which is Y0، Y0 عند النقطة هاي. اذا كنا بنتكلم والريمينينج اوف اوف كورس، إذا بنتكلم على ال 10 يعني ديسيمال 1، إذا Y1 الأوتبوت Y1 هو الأون والباقي أوف. قالوا ما جرب هذه الطريقة. طبعا أنا الحين بدي أستخدم كيرنب ماب، ممكن تستخدم كيرنب ماب عشان تطلع المعادلة ال Y0 وال Y1 Y2 Y3، لكن بالنظر ممكن أطلعها بدون كيرنب ماب. اطلع لي على ال Y0 الموجودة هنا، هي ال Y0 بتطلع معادلة ال Y0، هي ال 1. ال1 كان عند مين؟
كان عندي الاي 0 والاي 1 لما كان 0 0، يعني اي 0 كومبلمنت اي 1 كومبلمنت، لانه هاي ال 1 هنا اي 0 كومبلمنت اي 1 كومبلمنت. طب خلينا نطلع على الواي 1، الواي 1 وين عندها 1؟ النقطة هاي. نيجي نشوف الانبوت تاعتها، كانت عند مين؟ كانت عند 1 و0، يعني كانت عند اي 0 اي 1 كومبلمنت. اطلع على الواي 3، ال 1 عند النقطة هاي لما كانت عند الزيرو وال 1، يعني كانت عند الاي 0 برايم واي 1. اطلع على اي 3 عند النقطة هاي، كانت 1 عند مين؟ كانت عند 1 1، يعني اي 0 واي 1، وهن هذول المعادلات اللي حكيتن قبل شوية. يعني من هذه المعادلات بتبلش ترسم دائرتك، مش لازم تحفظ الدائرة، بتبلش ترسم دائرتك. طلع لي على الواي 0، في عندي اي 0 كومبلمنت واي اي كومبلمنت اي 1 كومبلمنت، يعني كل انبوت بدك تحط له قيمة اون، ومرة بده يمرق من خلال الكومبلمنت. الواي 0 هاي الواي 0، احنا قلنا اي 0 كومبلمنت واي كومبلمنت، يعني لازم يكون جاي من الكومبلمنت هيو، وجاي من الكومبلمنت المنطقة الثانية برضو نفس الشيء. اوكي، بهذه الطريقة نقدر نرسم دائرتنا. اوكي، خلينا نروح ل ديكودر اكبر. احنا بنتكلم على ديكودر الحين، الانبوت 3، الانبوت 3 اذا 2 باور تو 3 هيبقى عند الاوتبوت 8، من واي 0 لواي 7. برضه كيف بدي ارسمها؟ نفس فكرة السابق اللي قبل شوية، الانبوت عبارة عن 0 0 0، هذا هو الانبوت، وبده يكون عندي الاوتبوت من واي 7، من واي 7 لما اصل واي 0، يعني من واي 0 لواي 7. عند ال 0 0 0، عند ال 0 0 0 سوري، هذا خليه اي، خلينا بس اوكي، هاي الانبوت، هذا خليه اي 2 which is the most significant، دير بالكم، و اي 1 و اي 0. الان بلشنا عند الزيرو زيرو زيرو، اذا الاوتبوت بده يكون 1 هنا، والباقي عبارة عن كلهن زيرو، الباقي عبارة عن كلهن زيرو. الان نفس الشيء، الحين لما بتطلع على الواي زيرو، تحت الواي زيرو كلها حيكون زيرو هنا، اذا الواي زيرو قيمتها حتكون اي زيرو برايم واي 1 برايم اي 2 برايم. بتطلع على الاوتبوت هاي، هي جاي من البرايم، هي جاي من البرايم، هي جاي من البرايم. الان لما بنتكلم على 1 0 0 نفس الشغله، اللي حيكون واي 1 اللي حيكون 1 هان، هذا 0 والبقيات 0، دير بالك البقيات 0. اذا حيكون عباره عن اي 0 اي 1 برايم اي 2 برايم. طلع على هنا اي 0، هي اي 0 جاي عادي مش برايم، لكن الاي 1 برايم واي 2 برايم. ذاتس ات، هذا هو مفهوم الديكودر بشكل عام، وبالطريقه هاي بتقدر ترسم الرسمه تحتك. طيب نيجي نستخدم الديكودر وتشي وذ انيبل، يعني بمعنى اخر مفهوم الانيبل الموجود عندي هو نفس الديكودر اللي قبل شوي، ولكن الانيبل هنا هو عباره عن مفتاح، مفتاح اساس الدائره هذه تشتغل اون او تكون اوف. اذا كان الانيبل بالشكل هذا، عشان الدائره هذه تشتغل لازم يكون 1، اذا حطيته 0 بغض النظر ايش الانبوت اللي حتحطه حتضلها الاوتبوت مش شغال، حيضله 0. زي الخطوة الأولى، هي الانبوت الانيبل كان زيرو، أما حطينا الانيبل هنا زيرو، كل الاوتبوت هنا ما في اوتبوت، كله زيرو حيطلع لي، بغض النظر عن قيمة الانبوت الاي زيرو والاي 1. لهذا السبب لازم الانيبل يكون 1. طيب لو كان الانيبل بالمفهوم هاي الموجود بشكل مختلف، كان الانيبل هو عبارة عن كومبلمنت، نفترض الانيبل كومبلمنت،
لهذا السبب عشان الدائرة هذه تشتغل لازم الانيبل هذا يكون 1، سوري لازم يكون 0، لأنه جوا بتحول من الزيرو للوان، إذا الدائرة بتشتغل حنيتها، الدائرة بتشتغل حنيتها. اشتغلت الدائرة بالطريقة هذه، إذا في حيكون عندي output على الباينري ديكودر. وطبق الكلام اللي حكيناه قبل شوية. الآن بالرسمة اللي حينضاف فقط إن ندخل انيبل، بس انيبل لمين؟ لكل الموجودات، لانه احنا بنعرف احنا بنتكلم على اند جيتس. ما دام اند جيتس، اف وان اوف ذا انبوت از زيرو ذا اوتبوت ويل بي زيرو. ذاتس واي الموجود عندي هنا حطينا 1 هنا، اذا الانيبل حيكون 1 1 1، والاوتبوت حيعتمد على الاذر انبوتس، على الاي 0 والاي 1. اوكي، الان المعادله نفس السابق زي اللي قبل شوية حنعملها. الواي زيرو عند هنا زيرو، اذا الانبوت عبارة عن اي زيرو برايم اي وان برايم اي، that's it، والباقي بتوفي عندك نفس المفهوم اللي قبل شوية. اوكي، خلينا نشوف مثال لديكودر. نفترض جدلا انه الديكودر موجود عندك ديكودر two decoders the size of each decoder is 2 to 4. الآن مطلوب منك تصمم decoder 3 to 8 using these two decoders. كيف أنا بدي أصممها؟ أنا ما عندي decoder 3 إلى 8، أنا اللي عندي two decoders كل size لكل decoders 2 لـ 4. الآن إحنا بنعرف الانيبل هو عبارة عن إيش؟ الانيبل على أساس يعمل الدائرة أون، يعني بمعنى آخر الموجود أمامي هنا لو كانت هذه زيرو، إذا هذا الأوتبوت كله مش هيشتغل. طيب لو كانت الموجودة عندي هذه 1، إذا الدائرة هذه بدها تشتغل. طب كيف انا مره لازم اشغل هذا ومره لازم اشغل هذا؟ اذا هستخدم الانيبل اللي هان واستخدم الانيبل اللي هان. اوكي، الان احنا بنتكلم 3 to 8، يعني الانبوت بده يكون عندي عباره عن اي 0 واي 1، وبده يكون عندي I2، لكن الـ I2 الموجود عندي هنا بده يدخل من خلال ايش؟ من خلال الانيبل، دير بالك هو الانيبل. اوكي، وعندي الاوتبوت اللي حيطلع عندي الاوتبوت من Y7 ل Y0 الموجود عندي هنا. الان لما نتكلم 0 0 0 وصل لعند ال 1 1 0، بعد النقطة هاي بده يصير 0 0 1 0 1. إذن المرحلة الستيج الأولى اللي بده يكون فيها الأون من Y0 لY3، Y0 لY3، لكن الانيبل هو عبارة زيرو عندي، لهذا السبب لازم احول الزيرو لكومبلمنت. يعني بمعنى اخر انا حاطط هنا زيرو زيرو زيرو، اذا الداخل عندي هذه زيرو، اذا الاولاني ما بيشتغل لا حد الفيرست ستيج ل 1 1 0. اللي هيشتغل فقط عندي هو اللي هان، لانه هاي وزيرو دخل عليه 1، لان الانبوت كان زيرو لداخل. اذا هذا هو الشغال وهذا الاوف. اوكي،
الحين خلصنا من 0 0 0 ووصلنا 3 ديسيمال 3 1 1 0، اذا حنبلش ب 0 0 1 4 ديسيمال 4. اذا هاي بدها تصير 1، هذه بدها تصير 1. خلينا نمسحها. اوكي هاي 1، اذا هنا 0، اذا انيبل 0. دام انيبل 0 هذا مش شغال. اوكي هاي ما مسحناهاش. اوكي هذا 1، اذا هذا هو اللي شغال. ببلش عد الاوتبوت او يطلع الاوتبوت من واي 4 لواي 7، نفس التيبل اللي بنتكلم عنه هنا. وهذا ينطبق على تصميم اي ديكودر with different size، دير بالك مش بس شرط 3 to 8 او استخدام 2 to 4. اوكي الان في شغله ثانيه اللي بنسميها الاكتف لو واكتف هاي، اكتف هاي واكتف لو. اللي قبل شويه وهذا هو الديكودر اللي كنا بنتكلم عنه قبل شويه، هو عباره عن اكتف هاي، الاوتبوت اكتف هاي. If you are talking about 0 0، الاوتبوت واي 0 هو الاون والباقي اوف، لانه مستخدم دي اند جيتس. هاي بالنسبه للاكتف هاي. لكن لما نتكلم على الاكتف لو، الان الاكتف لو الاوتبوت اللي هنا بده يكون اكتف لو. يعني بمعنى اخر، اذا بنتكلم على 0 0 الاوتبوت هو عباره عن 0، الاوتبوت هو 0 والباقيات هن الهاي، والباقيات هن الهاي. اذا بنتكلم على 1 0 الاوتبوت الاصل يكون اون، which is y1 هو الاوف والباقي اون. اذا لهذا السبب هنستخدم ناند جيت، وهو هذا هو الشكل الموجود عندي هنا. اوكي طيب خلينا نطبق الامبلمنتيشن للديكودر. كيف بدي اقدر اعمل امبلمنتيشن للديكودر؟ الموجود عندي انه في عندي فول ادر، امبلمنت فول ادر يوزنج ا ديكودر. الفول ادر اللي معطي لك اياه الانبوت تاعه اكس واي وزد. الصم هو عباره عن الصم 1 2 4 7، والكاري هو عباره عن الصم تاع الثلاثه والخمسه والسته والسبعه. اذا الاوتبوت الصم اللي هنا بنتكلم على صم، اذا بنتكلم على اور جيتس ال1 وال2 وال4 وال7 will be connected with the input of the اور جيت عشان اطلع الصم. الكاري بدي اطالعه من خلال مين؟ الانبوت 3 سوري الاوتبوت 3 الاوتبوت 5 والاوتبوت 6 والاوتبوت 7. بالطريقه هذه قدرت اعمل امبلمنتيشن لمين؟ للديكودر. هذا بالنسبة للديكودر الاكتف لودر بالكم. طيب لو كنا بنتكلم على اكتف هاي، هذا الاولاني اللي صممناه سوري اللي قبل شوي، هذا مختلف الان. انا بدي استخدم الديكودر الموجود عندي، الديكودر الموجود عندي هو في complemented at the output which is active high active low. الان هل هنستخدم اور جيت؟ لا طبعا مش هنستخدم اور جيت، لانه لو استخدمت اور جيت او نور جيت ما حيزبط معك. لهذا السبب لازم نستخدم ناند جيت. يعني بمعنى اخر الموجود عندي هنا يعني زي هاي، انسالي بس انسالي هذا اعملها كونفرت في الاول كومبلمنت، اعمل لي اياها كومبلمنت وهذه كومبلمنت، ونسالي النط اللي هنا والنط اللي هنا، سالي النط الموجودات هنا. الان الانبوت ل انفيرت اند جيت، انفيرت اند جيت هي عباره عن ايش؟ عباره عن نور. النور اعملها كومبلمنت بتصير ايش؟ بتصير اور. اذا في الاخر هذه كلها طلعت اور وهذا طلعت اور.
هل هي نفس هاي؟ هي نفس الشيء. وش بك الديتا تاعتك زي المعتاد، بس ذاتس ات. اوكي نيجي للانكودر. الحين الانكودر هو عكس الديكودر تماما. احنا كنا بنتكلم على انكودر 2 تو 4، اذا بنتكلم على انكودر 4 تو 2. يعني اذا الانبوت حيكون عندي عبارة عن 4 انبوت، والاوتبوت حيكون عندي 2 اوتبوت. بالديكودر كنا بنتكلم على الاوتبوت should be one of the output on, the remaining is off. بالإنكودر هنتكلم one of the input, the switch of the input should be on, the remaining is off. Only one switch should be activated at a time. إذا هذا activated is on، الباقي off. هذا on، الباقيات off. وهلو مجرى. إذا الـ four variables، أربع variable inputs. بعضكم هيقول لي اربع فاريبل، اذا الكومبينيشن تاعتها هيكون 16 كومبينيشنز. لا، احنا بنتكلم 1 از اون والباقي اوف، لهذا هيكون عندي فقط اربع كومبينيشن. يعني اي 0 اي 1 اي 2 اي 3. الاي 0 اون، الباقي اوف. الستيج الثاني، المرحله الثانيه، اي 1 از اون، الباقي اوف. هلم جرى. الحين عندي الاي 0، لما كان الاي 0 هو الاون، الاوتبوت بده يكون 00. عند الاي 1 لما كان هو الاون، يعني ديسيمال 1 10. عند الاي 2 كان هو الاون، يعني ديسيمال 2، يعني 01. عند الاي 3 لما كان هو الاون، ديسيمال 3، يعني 11. وبهذه الطريقه بالنسبه للبيناري انكودر الموجود. طيب لو هذا احنا بنتكلم الانكودر 4 تو 2. طيب لو كنا بنتكلم على، طبعا بدك تطبق مديول 2 دير بالك. اذا كنا بنتكلم على 8، اذا الاوتبوت بده يكون 3. اذا كنا بنتكلم على انبوت 16، الاوتبوت 4. اذا كنا بنتكلم على 32، الاوتبوت 5. وهلم جرى بهذه الطريقه. اوكي خلينا نشوف. اوكي هذا اللي كنت بحكي عنه قبل شوي. ايوه احنا بنتكلم 8 8 ل 3، 8 انبوتس و3 اوتبوتس. طبعا انت مش حتحفظ الرسمه. الان عندي النقطه هذه ال1 والباقي 0، طبعا هذا الاون والباقي 0، اذا 00. عند الاي 1 هذا 1، اذا الواي 0 هو ال1 والباقي اوف. اذا عندي الاثنين، عند الاثنين، عند الاثنين هيا، اذا ديسيمال 2، اذا هذا سوري هذا الاون والباقي اوف. عند السبعه، عند السبعه ديسيمال 7 كلهن اون. اوكي بدي اكتب المعادله تاعتي. الانبوت فاريبل عباره عن 8 انبوت فاريبلز، مش حتقدر تعرف تستخدم كيرن ماب هنا. اذا من بنظر اوف اوبزرفيشن، يوزنج ذا اوبزرفيشن، اي كان جيت واي 0. طلع لي تحت الواي 0. الواي 0 اون كانت عند مين؟ عند هاي، عند هاي، وعند هاي، وعند هاي. اوكي عندي الاولى، عندي الاولى هنا عباره عن اي 1. عند الثانيه عباره عن اي 3. اذا اي 1 زائد اي 3 زائد اي 5، لانه عقبال ال1 اي 5 زائد اي 7، وهي عباره عن الواي 0. تعال واي 2 وواي 1 نفس الشيء. واي 2 عند ال1 هنا، اذا اي 4 بلس اي 5 بلس اي 6 بلس اي 7. ذاتس ات. وما دام عرفت المعادله بتقدر ترسم البلوك دايجرام، او سوري الجيت دايجرام تاعك، لوجيك دايجرام تاعك. اوكي في شغله ثانيه قبل ما ننهي. في شغله بنسميها البرايورتي انكودر. البرايورتي انكودر الانبوت كما هو عند 4 انبوت، بنتكلم عن 2 تو سوري 4 4 تو 2 الانبوت كما هو، وبنتكلم هي التو اوتبوت، وبنضيف لها الفي، هي البرايورتي انكودر.
الآن إذا كانت بنتكلم على 0 0، بنتكلم على 0 0، الانبوت 0 0 بغض النظر عن قيمة الاوتبوت، إذا هنا بده يكون عبارة عن 0 بغض النظر عن قيمة الاوتبوت الواي 0 والواي 1، إذا هذا بده يكون عبارة عن 0. الآن بده يتغير الأمر عندما نبلش من 1. الاي 0 هو ال 1، الاي 0 هو ال 1 والباقي اوف. الاي 1 هو ال 1 ولكن الباقي اوف، ولكن اللي قبله دونت كير اكس، يعني ممكن تكون 1 وممكن تكون 0، وهلما جرى للي بعده. الآن عند هذه الطريقة لما بنتكلم عن ال 1 والباقي 0 عند السكند لاين، هذا السكند لاين، هنا الاوتبوت بده يكون 0 0. ال V طبعا من هنا كله بده يضل بده يصير 1. لما نتكلم على I1 is 1 عند يعني ديسيمال 1، يعني بده يكون 1 0 زي اللي قبل، وهذه طبعا 1 X etc. طيب الآن أنا بدي أطلع قيمة ال V وبدي أطلع قيمة ال Y وبدي أطلع قيمة ال Y 0. كيف ممكن أطلعها؟ طلع لي عند، بدنا ناخذ ال y1 which is 1 هان y1 هان. ال 1 هان عقبالها ايش؟ كانبوت عقبالها x x 1 0، يعني 1 وهي ال 0 الاولى، وهنا x x 2x. ال 2x الموجودات هنا هي عباره عن كومبينيشن لايش؟ كومبينيشن ل 0 0 1 0 0 1 1 1 سوري احط ال 1 تاع اللي جنبها، وهي ال 0 الموجودة عندي. اذا اوكي هاي الكومبينيشن تاعتها، احنا بنتكلم عن هاي، دير بالك. اوكي يعني بمعنى اخر اي 001 يعني ديسيمال 4 ديسيمال 5 6 7، يعني بده يكون اللاين هذا، هذا اللاين كله بده يكون اون 1. روح للي بعدها بده يكون 0001 1001، يعني الكومبينيشن هذا بده يكون من 000 لما تصل ل 111. طيب لما بلشنا من 000 يعني 8، وبعدين خلصنا الرو تاع الثمانية بدنا نروح لرو ال 12، يعني رو الثمانية هذا ورو الثاني ال 12 بده يكون كله اون. That's it. هاي بالنسبة ل y 1. تعال ل y 0، خلينا نمسح بس. تعال ل y 0، y 0 كان اون هنا وكان اون هنا، يعني بده يكون اون عند مين؟ بده يكون اون، بس خليني امسح هاي، بده يكون اون عند ال1 او اكس والباقي 0. طبعا ال1 اكس عباره عن ايش؟ 0 1 و1 1، يعني اللي حيكون اون هو سوري 1 عباره عن الديسيمال 2 وديسيمال 3. ديسيمال 2 و 3 وينهم؟ هاي ديسيمال 2 وهي ديسيمال 3. اوكي روح للي بعده للهان. الكومبينيشن هذا اخذناه قبل شويه، الكومبينيشن هذا هو اللاين تاع ال 8 كامل واللاين اللي ببلش تاع ال 12 كامل، لانه هاي 8 كله و 12 لما تخلصه كامل. اذا هذا ال 1 واعمل الكومبينيشن تاع ال V. اوكي اذا عملت ال Y0 وال Y1، ال V بالنظر بقدر احددها، بالنظر بقدر احدد قيمة ال V. ال V بدها تساوي I0 زائد I1 زائد I2 زائد I3، هاي آية، وبعدها ارسم رسمتك كالمعتاد عادي. اخر سلايد بس، هذا اللي كنت بتكلم عنه في البدايه، قلنا عندي باينري انكودر عندي الترانسميتر،
وعندي ريسيفر عبارة عن باينري ديكودر. إذا كنت الانكودينج تاعك 8 تو 3، إذا الديكودر عند الريسيفر بده يكون 3 تو 8، وذاتس إت بمفهوم الديكودر. وإن شاء الله وهيك أنهينا المحاضرة الرابعة من الشابتر الرابع، ونلتقي بكم إن شاء الله في المحاضرة الخامسة والأخيرة في هذا الشابتر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.